مساكم الله بالخير متابعين سلطان الخبر. أنا اليوم متواجد في إكسترا. إكسترا أطلقت عروض وخصوماتها اللي تستمر لمدة 30 يوم كاملة. بهذه المناسبة اليوم من الساعة 6 مساء إلى الساعة 12 مساء تم تخصيص اليوم حق فقط 4 فئات من المجتمع. أولى هذه الفئات فئات ذوي الإعاقة. تم تخصيص هذا اليوم مثل ما ذكرنا لكم ذوي الإعاقة، رجال الأمن منسوبي وزارة الدفاع ومنسوبي وزارة الداخلية، إضافة إلى منسوبي وزارة الصحة. هذا اليوم فقط مخصص لهم. خلونا نشوف معاكم التقرير. سواء كنت أحد منسوبي وزارة الدفاع أو أحد منسوبي وزارة الداخلية أو أحد منسوبي وزارة الصحة أو من ذوي الإعاقة، اليوم يومك فقط، ما في إلا أنتم فقط اللي راح تتسوقون من إكسترا إلى الساعة 12 بالليل فرع الخبر. بالنسبة لمنسوبي الوزارات لابد من توفر بطاقة العمل عشان يتاح لهم الدخول مع البوابة. خلونا نوريكم جانب من عروض وخصومات التلفزيونات سامسونج. عندكم مثلا هالشاشة، هذه كانت قبل ب 6399، حاليا 3199. هذه مواصفاتها. وعندكم هالشاشة هذه، وعندكم هالشاشة هذه ب 3799. وننتقل معاكم إلى تلفزيونات سوني، نشوف عروضهم. ب 43 بوصة. عندكم الشاشة هذه بالنسبة الشهر على حسب المجموعة اللي تبالك بالنسبة الشهر. بالضبط، على التوتال كامل يقول لك. والحين ننتقل معاكم إلى عروض مكيفات السبلت. عندهم ترى أقصاد، يعني اللي يبي أقصاد متوفر عندهم. مثل ما تشوفون كل الأسعار، في الكاش وفي الأقصاد. وننتقل معاكم الحين إلى الغسالات. خلونا نوريكم عروض الغسالات. كل شيء عندهم كاش وعندهم أقساط. والحين ننتقل معاكم نوريكم بعض عروض الثلاجات. كل شيء بعد مثل ما تشوفون كاش وأقساط. الحين ننتقل معاكم إلى الأفران. يعني فرصة اللي صراحة بيأسس بيت ومفروض لكم التقسيط. هالصفة هذه كلها فريزرات وفي الخلف ثلاجات. أنا ما أبي أكثر صراحة في التغطيات، أنتم المفروض تتسوقون وعلى أقل من مهلكم. ترى العروض مستمرة شهر كامل، يعني مو كلكم تجون وقت واحد، عندكم 30 يوم. الشيء هنا موجود في إكسترا عليه خصومات. هذه مكان القهوة، الخلاطات،
كل شيء كل شيء يجي في بالكم عليه خصومات، القلايات هنا، المكانس بعد هذا الشيء كله عليه خصوم. هنا الميكروويف ختاما. هذه كانت تغطيتنا البسيطة من معارض إكسترا في الخبر، وتحديدا عن هذه المبادرة الاجتماعية المميزة اللي نتمنى كل الجهات إنها تبادر وتنفذ زيها المبادرات المجتمعية هذه، يعني تخصيص يوم فقط مثل ما تشوفون أنتم مخصص لذوي الإعاقة، إضافة إلى فئات من المجتمع مثل منسوبي وزارة الدفاع ومنسوبي وزارة الداخلية ومنسوبي وزارة الصحة، يعني لها أثر جميل. نتمنى فعلا أن يكون تتكرر مثل هالمبادرات من عدة جهات حكومية. هذه المبادرة كان لها دور ودعم كبير من جمعية سواعد للإعاقة في الخبر، يعطيهم العافية على مشاركتهم. شكرا جمعية سواعد، شكرا إكسترا، شكرا من ساهم في نجاح هذه المبادرة. تحياتي لكم سلطان الخبر.